بقى الطريق بالغروب فرع ثانية تحية نظامية عالية كل نظمي ومنازلات الجمعية الوطنية داخلية تحية نظامية كل المواطئ الصامدة من داخل إطارنا العتيد الجمعية الوطنية زحمت الشهادات المعطلين بالغروب تحية النظام الكفاح والمعركة البطولية النوعية المفتوحة التي يخوضها مناضل ومناضلات الجمعية الوطنية بالعاصمة والتي دامت لحد الآن شهرا بكامله بالرغم من القمع بالرغم من المداهمات بالرغم من كل الصمود إلا أن الدول المغربية لا زالت تتعاطى مع نظامات الجمعية الوطنية بسياسة لا مبالاة بسياسة سويف بسياسة الهروب إلى الأمام. مناضلين ومناضلات الجمعية المحلية الجماهير الشعبية المحلية نحييكم تحية النضال والسلول ونحييكم عاليا على التفافكم الدائم والتاريخي في كل نظاماتنا التي نخوضها باسم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالغرب. الوحدة والتضامن لبغينا ايكون ايكون 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 الوحدة. بداية لابد وان نسجل انخراطنا التاريخي والمبدئي في معركة في تظاهرة فاتح ماي التي تخوضها السجينة عبر العالم. وللتذكير فإن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع زايو ومنذ تأسيسها سنة 96 وهي تخلد هذه المحطة بمدينة زايو كرست هذه المحطة ليس رغبة في النضال ليس رغبة في الاحتجاج وإنما قناعة مبدئية على أن مدينة زايو نحمي في دمائنا وفي عروقنا وفي قلوبنا رموم ومشاكل هذه المدينة. لهذا لم نختر تخليد فاتح ماي